اليوم نعم. وصلتني فيديوهات من عندك على مظاهرة نعم. مبنى محافظة بغداد والتعدي على على المتظاهرين. بالله ما تعرض لي هزم المخرج رقم 12 واحنا جاي نحكي. عرض ايش بس الفيديو قدامنا. يعني هذا شنو صاير بمحافظة بغداد؟ بعدهم ذول الخريجين التربويين بعدهم ما يلتقيهم المحافظ؟ وشنو صاير؟ نعم بالتأكيد. يعني في كل ثلاثة أيام أو أربعة أيام تخرج تظاهرة للخريجين الغير محاضرين، يعني يطالبون بالتعيينات وتخصيص درجات وظيفية لهم من هذه التي أقرت في قانون الأمن الغذائي وهي الألف درجة لكل محافظة. قبل ثلاثة أيام كانت هنالك تظاهرة أمام مبنى محافظة بغداد. أنا شخصيا اتصلت بمكتب المحافظ وبمدير الإعلام إعلام محافظة بغداد وأكد لي بأن في الأيام القادمة سيكون هنالك لقاء للمحافظ طيب. مع هؤلاء الخريجين طيب. اليوم انطلقت أيضا تظاهرة أخرى كانت أكبر من السابقة وأيضا كانت هنالك بها اعتداءات بحسب ما أكدوا لنا متظاهرين، اعتداءات من قبل القوة الأمنية الماسكة لمبنى محافظة بغداد، وبالتالي جددوا اليوم المتظاهرين المطالبات بضرورة لقاء طيب. المحافظ، رغم أن عدد من النواب استقبلوا هؤلاء المتظاهرين وأكدوا لهم بأن خلال الأيام القادمة ستدرج أسماءهم من خلال التعيينات طيب. التي ستحصل عليها محافظة بغداد.